خلونا نتعرف أكتر عن طبيعة عمل جهاز تنمية المشروعات، أهميته ودوره في تقديم الدعم والمساندة للشباب. من ضيفي اللي معانا على الهاتف الآن الأستاذ محمد عبد الملك، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ سيدي، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني كنا بنكلم السيدة كريمة جمعة، هي صاحبة مشروع إنتاج أطباق فويل، والحقيقة اللي فهمناه إن المشروع ده فرق في حياتها كتير جدا، وأيضا بيشتغل معاها 6 من الشباب، كلهم بقى عندهم شغل، كلهم بقى عندهم دخل يقدروا يعيشوا بيه. يعني الدور اللي بيقوم بيه الجهاز هو دور كبير جدا في تمويل هذه المشروعات، تكلمنا عنه بشكل عام في الأول. طيب في البدايه بس خليني اقول لك ان الواحد بيبقى فخور جدا لما بيسمع صحيح. ويشوف التجارب وفرص النجاح اللي بتتحقق، واحنا عندنا يعني الاف من قصص النجاح اللي موجوده ومنتشره على في كل محافظات الجمهوريه. الجهاز ساعد بشكل ما في نجاحها. زي ما حضرتك قلت، المشروعات الصغيره هي وسيله جيده جدا وسريعه جدا لتوفير فرص عمل بشكل عام. بتساعد في رفع مستوى دخول لاصحاب المشروعات دي. لما تقارن مستوى دخل واحدة زي كريمة بأي واحدة عايزة تشارك في الحكومة، هتلاقي طبعا مستوى الدخل كبير جدا بالنسبة لصاحب المشروع مقارنة باللي عايز يجري ورا فرصة عمل ويبقى موظف. عشان كده بنقول إن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية. المشروعات الصغيرة هي الوسيلة الحقيقية لزيادة الإنتاج، هي الوسيلة الحقيقية لتحسين مستوى المعيشة في البلد بشكل عام. ومحدش بقى عايز يبقى موظف دلوقتي يا أستاذ محمد، كله عايز يعمل مشروع. نتمنى ان الناس كلها تبقى عايزه تعمل مشروعات، والجهاز يعني بيدعم كل اصحاب الافكار اللي عايزين يعملوا مشروعات، سواء هو عنده فكره وعايز يحولها لواقع او عنده مشروع بالفعل قائم وعايز يكبره. الجهاز بيساعد بشكل كبير جدا من اول التدريب مرورا بالتاسيس واستخراج المساندات والاوراق القانونيه للمشروع. ما دي النقطه اللي كنت عايز اسالك فيها بقى يا استاذ محمد. يعني الست كريمه قالت انه الوقت كان قليل جدا من لما فكرت لراحت للجهاز لخدت القرض اللي ابتدت في المشروع. انتوا ازاي وصلتوا لهذه الدرجه من الاحترافيه بحيث انه الوقت يبقى قليل جدا والمشروع يبتدي على طول؟ بص، الحقيقه احنا صممنا خدمات الجهاز لتتناسب مع الفئات الاساسيه لاصحاب المشروعات. اي حد عايز يعمل مشروع بيبقى يا اما عنده فكره عايز يحولها لواقع، يا اما ما عندوش فكره بس نفسه يبقى صاحب مشروع، يا اما عنده مشروع عايز يحوله او يوسعه ويكبره. يعني ممكن يجي لكم حد ما عندوش فكره وانتوا اللي تختاروا الفكره عليه. بالظبط، احنا بنخضع النوع الاول والثاني اللي هو ما عندوش فكره واللي عنده فكره عايز يحولها لواقع لتدريب مدته يومين، يطلع منه فكره مناسبه لبيئته، طبيعه يعني دراسته، اهله، خبراته، ثم بندخله هو واللي عنده فكره عايز يحولها لواقع لتدريب تاني مده 6 ايام. يبدا بقى في التدريب ده يحول فكرته لواقع من خلال دراسه سوق، دراسه جدوى، تحديد المساندات المطلوبه، تحديد الاحتياجات التمويليه اللي عايزها عشان يحول مشروعه الى واقع فعلي. بعد 6 ايام بيبقى فعلا بقى معاه حاجه ممسوكه يقدر يتقدم بها لاي جهه تمويل. طيب هتقابله بقى المشكله الكبيره، ازاي اطلع المساندات والاوراق الرسميه للمشروع. صحيح. عشان نسهل هذه الخطوه، الجهاز انشا داخل فروعه 33 وحدة شباك واحد، فيها مندوبين من الجهات المعنية بالتراخيص واستخراج الموافقات. بنطلع من خلال هذه الوحدة السجل التجاري والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة النشاط وحتى رقم التأمينات. يعني عايز أقول لك مثلا في أرقام سريعة جدا، احنا في آخر 5 سنين على مستوى الشباك الواحد قدرنا نطلع 86,000 رخصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، و43,000 طاقة رقم قومي، و17,000 سجل تجاري. كل دول من داخل الشباك الواحد اللي موجود عندنا في فروع جهاز تنمية المشروعات. خلينا نقول لحضرتك برضو عشان الناس اللي بتسمعنا وتتفرج على حضرتك، اللي عايز يشوف هذا الكلام ويتقدم ويروح يتناقش في افكاره، اتصل ب 16733. هيعرف من خلال الرقم ده اقرب فرع للجهاز. احنا عندنا 33 فرع موجودين ومنتشرين في كل محافظات الجمهوريه. يتصل بالخط الساخن، يعرف اقرب عنوان للفرع بتاعه ويروح يتوجه يتناقش مع المسؤولين في الفرع. هيعرف بقى الخطوات ويمشي معانا خطوه بخطوه بكل دعم. بعد ما بيأسس المشروع من الناحيه القانونيه والمستندات والاوراق الرسميه، تيجي بقى مشكله التمويل. الجهاز بيتيح تمويل لحد 3 مليون جنيه للمشروعات الغير صناعيه، ولحد 10 مليون للمشروعات الصناعيه الجديده، و5 مليون للمشروعات الصناعيه القائمه. التمويل ميسر وسهل وبسيط، اجراءاته سهله جدا. احنا بالاساس مش بنك، احنا جهه تمويليه تنمويه، حريصين على الوقوف جنب العميل او جنب صاحب المشروع. اهم حاجه يكون حد جد
وعايز يشتغل بجد، وفي نفس الوقت يكون عنده القدره والرغبه الحقيقيه ان هو يطلع منتج يساعد البلد دي على الاقل خالص ايقاف والحد من الاستيراد. تعرف حضرتك فاتوره الاستيراد بتاعتنا عليت وبتعلى كل يوم، فواجب علينا احنا كشباب وواجب علينا كاصحاب مشروعات ان احنا نشتغل على الانتاج عشان نحد من ظاهره الاستيراد. صحيح، وظاهره ثانيه الحقيقه الجهاز بقى ابتدى يحد منها يا استاذ محمد، يعني فكره انه لو حد كان عنده مشروع وتقدم للجهاز والجهاز ساعده في هذا المشروع ودخله من ضمن مشروعاته، ده بيحول المشروع من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، ده بيعود بنفع كبير جدا على الاقتصاد. اكيد اكيد طبعا، وحضرتك يعني ده واحد من اهم ادوار الجهاز. ايوه، واحنا بالمناسبه دي احنا حاليا خلصنا مشروع قانون المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر الجديد. هذا المشروع بيحوي على مجموعه حوافز كبيره جدا لاصحاب المشروعات، واحد من اهم هذه الحوافز ازاي نساعد اصحاب المشروعات الموجوده في القطاع الغير رسمي للدخول للتحول للقطاع الرسمي ويفضلوا برضو في مشروعات صغيره ومتوسطه. بالظبط، وهو النهارده اذا كان هو مشروع صغير او مشروع متناهي الصغر وخايف يتعامل مع الحكومه، خايف من الضرائب، خايف يظهر للنور عشان اسباب كتير جدا، منها اسباب نفسيه، منها اسباب ماليه، منها اسباب خاصه بالخوف اصلا من التعامل مع الدوله. النهارده هذا القانون بيتيح ان شاء الله يعني لما يصدر، هو صدر خلاص من مجلس الوزراء ومن الحكومه وراح مجلس النواب، وفي القريب العاجل ان شاء الله سيتم مناقشته في مجلس النواب. بمجرد انه هيصدر هيبقى وسيله جيده جدا لمساعده اصحاب المشروعات اللي في القطاع غير الرسمي للتحول الى القطاع الرسمي بمنتهى اليسر والسهوله ودون خوف ودون عناء في اي شيء. وكمان في فكره ثانيه من يعني تحويل المشروعات اللي موجوده في الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، يعني ان المنتجات اللي هتنتج من هذه المشروعات هيكون عليها اشراف، لان احنا عارفين طبعا ان الاقتصاد غير الرسمي من الممكن ان هو يطلع لنا منتجات يمكن مشكوك في جودتها بعض الشيء. اكيد اكيد طبعا، والجهاز في هذا الاطار بقى يعني احنا بعد ما بنمول المشروعات ما بنسيبهاش كده حتى يعني عشان يعني ينتج زي ما حضرتك بتقول منتج مش ذا جوده عاليه او منتج غير صالح. لا، احنا بندعم ده في بخدمات تسويق، بنشوف النهارده الخدمات الدعم الفني اللي ممكن نعلي الجوده بتاعه المنتج لاحسن جوده ممكنه، يبقى عنده قدره تنافسيه سواء داخليه او خارجيه. احنا عندنا معارض بندخل فيها كل اصحاب المشروعات، يعني تخيل حضرتك مثلا في اخر 5 سنين احنا اقمنا 675 معرض لاصحاب المشروعات الصغيره. ايوه، اشركنا فيهم 12500 عارض من في كل انواع المعارض. صحيح، معرض راسنا اللي كان يعني شرفنا السيد الرئيس بافتتاحه طبعا، وكان معرض ناجح جدا والمنتجات اللي فيه كانت منتجات مشرفه. الحقيقه ان الوقت انتهى، ولكن يعني كل المجهود اللي حضرتك ذكرته هو مجهود احنا كلنا بنشكركم عليه شكرا جزيلا، لان هو ده هدفنا، هدفنا ان كل الناس تشتغل، ان كل الناس يكون عندها مشروع بتتكسب منه، والحقيقه ان الجهاز بيقوم بده على افضل وجه. وبنقول تاني الرقم السريع 16733 للي عايز يكلم جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. بشكرك أستاذ محمد عبد الملك رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.